هنحكي عن جالغي همسكايين، هالجالغي اللي طبعا على طول بنتابع اعمالهم والاكسبوزيسيون او المعارض اللي بتصير داخلها. ضيفتنا لليوم هي سيلفا كيركوديان، وهي عضو اللجنه المركزيه لهمسكايين بلبنان. وهنحكي صراحه عن موضوعين، بما انه هيك حبينا نجمع المواضيع مع بعضها. نشاطاتكم قويه سيلفا، صباح الخير. صباح هنحكي النور. عن معرض راح يصير للفنان لافرنتي اغاسيون، وهنحكي ايضا عن اطلاق دي في دي جديد، دي في دي ميوزيك جيتار لمجرديتش ميكاليا. بنبلش بالمعرض، تحبي نبلش بالمعرض؟ يا ريت بتعرفينا على هالرسام. حسب المعلومات اللي عندنا هو يعني عمل عده معارض خلال هالسنه، هذا المعرض 12 معارض. هو لافرنتي اغاسيان خلقان بباكو وعاش بيريفان وعاش بيروت، يعني عنده بيئه كثير غنيه. يعني تنقل من ثقافه لثقافه ومن حضاره لحضاره. واهم شيء بلوحاته لاقول انه ثقافه، بحب هو كل شيء بال الأشياء الاقتصادية، البروبلمات الاقتصادية والاجتماعية، وبيروت يعني غنية بالمواضيع بقى عطاها كتير أشياء لينتج. ونفس الشيء ريفان يعني شاف صعوبات كتير، وهيك هو بحب يعطي عن هيدا الصعوبات يحكيهم. مش كل شيء جميل بالعالم مثلا هو يصورهم، كل شيء ريل يعني يصور كل بحب الحياة الحقيقية أكثر من الأشياء الجميلة، يعني عكس مصورين تانيين أو رسامين تانيين. بحب يعبر عن شيء اللي هو بيشوفه. عم بقرا كمان انه خلال السنوات العشرة الأخيرة كل تقريبا اللوحات اللي عملها أو اللي رسمها راح تكون موجودة بهالمعرض، يعني هي بالفعل نتاج خبرة طويلة. نعم، 10 سنين اشتغل لهالمعرض. وهي لقلك عن الموضوع عن العازفين. بس التكنيك فيها كتير مهم، انه الإضاءة، تكنيك الإضاءة ما في شيء واضح، هو عم بيشوف مثل ما بده. بقى التأثير مهم، مثلا بنشوف اللوحة بنشوف التأثير علينا، وكل انسان بياخده بطريقته هو كيف عم بيحسها. كل واحد بيعمل ردة فعل مختلفة. نعم. لافرنتي اغاسيون عفوا عرض بمتاحف ودول كثير حول العالم، ايه. روسيا، ارمينيا، امريكا، كندا، فنلندا، النرويج، المانيا، يعني حتى ما عدهم كلهم كثير كثار، واخيرا بلبنان. من امتى لامتى راح يكون المعرض؟ هلا بلش هالجمعه المعرض، باقي ل 10 كانون الاول، بس الاحد مساكرين من الساعه 10 لساعه 8. مين بتفتكري مهتم سيلفا بانه يحضر معرض من هالنوع؟ يعني هلا بحس انا اللبنانيين ناس بيحبوا الفن كثير وبيقدروا الفن، ونحن كلبنانيين من اصل ارمني كمان، الارمن هيك مندمجين الحضارتين بقى، في عندنا حضاره كثير غنيه. وبس انا كثير بفكر عن الجيل الجديد، ما كثير مهتم، يعني لازم يهتم اكثر. نعم عم تشتغلوا على الموضوع كثير انه نعم عم تشتغلوا على هالموضوع كلجنه مركزيه لهمسكايين. نحن بنعرف انه عندكم نشاطات مختلفه بعده مجالات. نعم، عندنا نشاطات، ونحن عملنا كوميتي خصوصي للجيل الجديد للشباب مشان يهتموا هن ياخذوا كمان محلنا، دورنا ان شاء الله. السنين الجايين حنشوف من المعرض صور وانتبه حديثنا. وهو بدنا نقول انه استاذ يعني استاذ كبير بالرسم كمان، كان له عده تلاميذ درسوا وتخرجوا واصبحوا رسامين كمان معروفين موهوبين وشاطرين كثير. هون حفله الافتتاح عم نشوف. مجموعة كبيرة لكم من اللوحات للي بيحبوا انه يزوروا هذا المعرض لغاية 10 كانون الاول ديسمبر. وكانت عم تقول مثل ما كانت عم تقول سيلفا، المعرض هو تحتم العازفين انما بنظرة طبعا الرسام، مع تكنيك جديدة بالضوء الموجود داخل اللوحات. هون بيقول لافرنتي، بقرا اللي بيقولوا، واخيرا يقول لافرنتي عن اعماله بان لوحاته ليست بالضروره جميله، لانه لا يحب تصوير ما هو جميل او متداول فقط، كما انه لا يحب الاضافات المبهره على رسوماته كي لا تضل المتذوق. فهو يعتبر بان اللوحه يجب ان تكون ذات معنى وتوحي لك بشيء او تقول لك شيئا حتى لا تنساها مع الوقت.
أو لحتى لا تمل منها عندما تراها لفترة طويلة، فاللوحة يجب أن تتحدث إليك وتحكي مشاعرك وعقلك وروحك، لأن ما يعطي القيمة للوحة هو عندما تبقى الصورة مدة طويلة في ذاكرتك وتبقى دائما في مخيلتك. حلو كثير، بفتكر واضح اللي نقال. بدنا نقول للحدث الثاني اللي عم بتحضره كمان له بهمسكايين، اللي هو اطلاق دي في دي ميوزيك، خبرينا عنه. كمان بقاعه الهمسكايين لوسي توتونديان، في اصدار للدي في دي لماغرديتش ميكايليان، هو استاذ جامعي في جامعة أنطونية وكمان بالكونسرفاتوار الوطني وكونسرفاتوار معهد الموسيقى بارتير غاناتشان تابع عليها ماسكاين. اليوم ساعة 7 هو إصدار الدي في دي وبدي وقع الدي في دي. هو ليش اخترته يكون دي في دي مش سي دي؟ هو عامل سي دي اثنين ب 2006 وب 2008، عنده اثنين سي دي بالكلاسيكال جيتار، ونحن ما عندنا كثير يعني كلاسيكال جيتار بلبنان او بارمينيا. هو خريج معهد بارسير غاناتشيان واخذ ماستر كلاسز بارمينيا بيريفان. بعدين تابع بكونسرفاتوار الوطني هون واخذ الماجستير من هونيك. واليوم الدي في دي هو كمان مثل الدي في دي اللي سبقوه او السيديات اللي سبقوه، هو كلاسيكال جيتار. هو اسس كمان انسامبل للجيتار بالبارسير غاناتشيان المعهد الموسيقى وسان ميشيل، معهد الموسيقى سان ميشيل كمان بكفاية. رح نشوف كمان مقطع من هالدي في دي. من هالدي في دي بتهدي الاعصاب صوت الجيتار. كان بدك تضيفي لي شيء على ميغرديتش ميكايليان؟ ايه، انه هو نال عن شهاده تقدير من الجامعه اللبنانيه من مدرسه فنون الجميله، وعنده كتاب كمان عن الاغاني الارمنيه للجيتار كلاسيك. عندكم نشاطات عديده بهمسكايين، عم تقولي لي كمان كنت سيلفا تحت الهواء انه في عندكم مسرحيه. في زحمه عالي، هذا شيء منيح. زحمه ثقافي في بوش حمود، مشان عنا اليوم الاصدار الدي في دي للمغرديتش الساعه 7، وساعه 8 عندنا ديو بيانو لارمين كيتشيك. ارمين كيتشيك هو مدير الكونسرفاتوار بارسير غاناتشيان، هو وسوزانا كيتشيك عندهم ديو بيانو الساعه 8 بمطرانيه الارمن الجديده. بدنا نعمل الافتتاح، اول ايفنت يعني حنعمله. وعندنا مسرحيه جمعه سبت واحد بقاعه ديرمل كونيان ببرش حمود كمان،
للمخرج بيرتش فازليان. بيرتش فازليان اسم عريق بالمسرح طبعاً. اللبناني هو مخرج مع اشتغل مع الرحبني وعلى السيدة فيروز من سنين اكيد بيعرفوه كلهم طبعا اسم معروف. عم بيعمل شغل عن البير ليجوست البير كاميو هو ترجمه للارمن وعملها مسرحيه جمعه سبت واحد في المسرح. يعطيكم الف عافيه ان شاء الله بضلكم بهالنشاط ونحن بنضل متابعين بلايف كل نشاطاتكم بهمسكيين. هيك مع هالبلاك نوت نوصل لختام برنامجنا. بدي اتشكر كل اللي تابعونا اكيد ونعطيهم موعد بكره 8:30 بتوقيت بيروت. بقيه نهار هادي وممتع بتمنى للجميع.